هانس ها هو دابا تيهضر هانس هانس شوف مزيان هانس ها ما غيتوجهلوش السيخ النعاس ها غيتوجهليش التليفون ديالي انا غندخل لك لا ها هما غيبانو الشينوا ها شوف ها هانشي شتي كيفاش يتوجه علمتي في خبارك انت دابا في نظرك ليش يتوجه تما لان الفيروس لان صبح هذه علميا بحال مثلا انسان مثلا مريض وخايب التصويره يمكن لك تدير له لي زاناليز ديالو بهذه المسائل هذه كنا نعرفوا مباشره هانس هانس كانت عادي هو دابا سيخ النحاس ما غاتوجه لا التليفون لا هو لا حتى التليفون ما غاتوجه لا الفيروس لا لا سيخ النحاس حتى حاجه مباشره هانس مباشره هاي الطاقه ايجابيه عندي فيك هانس مباشره ما غاتوجه لا سيخ النحاس لا هو هانس عادي علاش ما توجهش لها دايما فيها لا فيروس كورونا لا والو هاد السيخ النحاس تعمرو به الطاقه تعمرو به الامراض اللي خفيه ما تتبانش انت فاش غتسال الفيديو انت غتشوف مباشره يعني ها هو مثلا بنادم فيه مرض كورونا ها هو الشيء كيفاش يتوجه له السيخ النحاس انت هانس شوف هانس شوف مزيان شوف لاحظ معايا واحد الحاجه مش شفتها مش شي وقع السر اللي تنتشر فيه الفيروس ديال كورونا مازال ما عارفينوش مزيان بالضبط تنتقل بواحد الطريقه خفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الاخ محمد امين طبوع فاعل جمعوي وراقي شرعي مدينه فاس جمعيه بوركايز للبيئه والتنميه المستدامه. بالنسبه الحمد لله الفيروس هذا يعني فيروس خطير تيهدد الامن ديال المجتمع كامل وهد الدول، يعني كما شفنا ان الصين يعني تضربات بهذا الفيروس هذا، يعني راه يعني الصين وما ادراك ما الصين، وشوف الطرق ديال عندهم التطور في كل شيء، وان هذا الفيروس هذا يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني حنا تنطلب الله سبحانه وتعالى ان كلنا نشاركوا في التوعيه ديال اولا قبل ما يكون العلاج، تكون بعد التوعيه ديال كيفاش غدير تواجه هذا المرض هذا. يعني بالنسبه للتشخيص ديال المرض كما قلنا وكما صرحنا، انا علاش فضل الله سبحانه وتعالى بالطريقه الفيزيائيه الجديده، علم فيزياء، يعني درنا واحد البحث فيزيائي فضل الله سبحانه وتعالى تيمكننا نضبطوا الفيروسات وتيمكننا نكشفوا الامراض الخفيه اللي ما تتشافش بالعين. وكما تنقولوا دائما تنتعاونوا مع الطب، لان الطب النبوي الشريف احنا شنو تنديروا؟ الطب النبوي، يعني الطب النبوي راه باذن الله عز وجل مرتبط مع الطب العضوي. الطريقه ديال التشخيص انت تخدموا بطريقه فيزيائيه، هذه طريقه فيزيائيه مبتكره والحمد لله جربناها وعطات الاكل ديالها في بزاف ديال الامراض، والحمد لله قمنا بالتجارب امام دكاتره، امام ناس تبارك الله علماء فيزياء، يعني طريقه فيزيائيه تعتمد على هادو امراض خفيه. هذا الفيروس هذا عنده واحد الطريقه ديال التنقل، يعني عنده واحد الطريقه ديال التنقل، يعني مغير التنقل ديال البزاق ومغير التنقل اعزكم الله ومغير التنقل ديال المصافحه، عنده طريقه ديال التنقل وحده اخرى. هذيك الطريقه ديال التنقل من شفت فيديوهات بزاف، ونفس دابا مثلا الطريقه اللي شفتي مثلا الا درنا مباشر مثلا مع الناس او بحال دابا فتحتي فيديو ديال شي شينوي او شي واحد مريض او كذا مباشره غيقبض عليه. عندي اسيخ النحاس عاوتاني تيتوجهوا للانسان اللي مريض. مثلا هذا الفيروس هذا انا مثلا قابض له التشخيص ديالو في الفيديوهات، فهمتي، لان تيتوجه عليه، ولكن بحال دابا هي حاله مباشره انا مستعدين نديرو تجارب، مستعدين الحمد لله ندخلوا للطبيب، ومستعدين الحمد لله نتعاونوا مع الناس. حنا هذا الشيء تنديروه علاش؟ حنا باغيين نتعاونوا بيناتنا، حنا ما باغيينش شي حاجه زعما، حنا باغيين ننقذوا البشريه بهذا العلم، لان هذه مسائل طبيبيه. حنا قبل ما يبان تبان لا 200 مليون ولا 200 دولار، حنا هضرنا يعني تكلمنا وبواحد القلب صادق، وهضرنا بواحد النيه صادقه الله اللي شهد عليها، فهمتي، على الدعوات ورحمه الله ورحمه الوالدين احسن من ملايير ديال الدنيا، فهمتي، لان هدي الله على يديك رجل خير لك مما طلعت الشمس. يعني علاج تقليدي كاين، علاج طبيعي والماده، انا قلت لك نجلس مع الوزاره نقول لهم شنو يعني الترياق ديال هذا العلاج هذا. نعم نقدموا بالمجان، ما عنديش مشكل، ما عنديش انا مشكل، نقدموا بالمجان، انا ما تهمني لا فلوس ولا والو. تنطالب الوزاره ديالي المغربيه باش ان شاء الله باذن الله نتعاونوا مع هذا المرض وهذا العلم الجديد، الحمد لله التجريب يتطبق ويكون باذن الله عز وجل نتعاونوا بيناتنا. علاش؟ لان قادرين تنعالجوا امراض صعب من هاد الفيروسات هادو، راه ناس تيجي ورا الطبيب تيقول له ما عندكش العلاج، وتيجي بربي التيسير، يعني خصنا نثيقوا في الطب النبوي.
بالنسبه للناس اللي تيقول لك حنا باغي نركبوا على الموجه، راه بفضل الله سبحانه وتعالى كل واحد ونيته. انسان مثلا حنا شنو تنطلبوش؟ حنا تنطلبوا شي حاجه ما كايناش، حنا تنقولوا الخدمه التطبيق، لكن حنا تنقولوا هذه المسائل هذه راه التجربه. العلم شنو هو؟ العلم هو تجريبي. شنو هو العلاج؟ مثلا احنا باش وصلنا لدابا شحال واحد مثلا غيشوف هذا الشيء غيجيه سهل، وهذا الشيء هذا راه باش حنا عرفناه، راه حنا تجارب يوميه باش تشخص مثلا مرض ما تيتشافش بالعين، باش تشوف مثلا فيروس كما قلت لك انا مثلا فيروس التيبانو، فيروس تنشوفه بعيني بفضل من الله عز وجل، انا تنتحدى اي واحد. كاين كاميرات، كاين سكانيرات، كاين لابوراتوارات، كاين اللي بغيتي بفضل من الله سبحانه وتعالى. وكاين بعض الانواع ديال الفيروسات اللي ما تيتشافوش بالعين، تنقبضوهم بالمسائل الفيزيائيه. غادي ندير كيفاش غنشوف بعيني؟ شي شويه صعيبه، لكن شي سكانير غتفهم. انا تتبان انا كيفاش تتبان لي هذيك ملكه من عند الله، انا تتبان لي بحال شي دبابه، فهمتي؟ بحال دابا انسان تيدخل فيه الجن ياك، شحال تيمشي يقرا، تيمشي يقراو عليه ناس وحده اخرين تيقول له ما فيك والو، تندخل تنقول له وحدك، تيبان لي بحال شي دبابه واقف حدا، تنبقى معاه حتى تيحصل، تيتشاف هذاك الانسان، فهمتي؟ يعني هاد المسائل هادي الخفيه اللي ما تتشافش بالعين باش تتشاف، كاين سكانيرات، كاين تحاليل مثلا. ونديروا انا وياك التجربه دابا، شنو ما بغيت سير جيب تسمم، سير جيب شي تسمم حطو، نقول لك هذا جيب شي ماكله فيها شي تسمم وحط لي 100 تبصيل. وهاد المسائل الفيزيائيه عاوتاني جديده اللي تعلمنا، اللي خلاتني انني نعرف الطريقه الفيزيائيه ديال التحرك ديال السبحه وديال الطريقه ديال البندول، يعني تيمكننا نعرفوا التسمم فين كاين، وتيمكننا نعرفوا يعني هاد الفيروس هذا غيمكننا باذن الله نحصروه، فهمتي؟ وحتى نعطي يمكن لي نقدم مثلا يعني طرق ديال التعقيم بالطرق التقليديه. مثلا عندك العرعار واكليل الجبل، هادو راهم غيلعبوا واحد الدور مهم. كلمه اخيره، حنا تنطلبوا الله سبحانه وتعالى ينجينا كاملين، تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا، والله سبحانه وتعالى يهز علينا البلاء. والطب النبوي خصو يدخل مع الطب العضوي. وهاد الناس اللي تيقول لك عندهم وعندهم، دخل اخويا التجارب. اي واحد قال لك اخويا عنده طرق العلاج وعنده كذا، ما خصناش نقصيو، ما خصش يكون الاقصاء بيناتنا. دابا هاد العلماء مثلا واش ما داروش تجارب كثيره في التورياقات؟ واش ما داروش تجارب صافي بحال يعني عندك واحد العلاج مثلا واحد الماده او واحد العشبه، راه علاج طبيعي تقليدي. واش الطب تينكر العلاج التقليدي؟ ما تينكروش. واش يعني خصنا نتعاونوا بيناتنا وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافي. السيخ النحاس تعبروا به الطاقه، تعبروا به الامراض اللي خفيه ما تتبانش. انت فاش غتسلم فيديو انت غتشوف مباشره، يعني ها هو مثلا بنادم فيه مرض كورونا، ها هو الشيء كيفاش يتوجه له السيخ النحاس. انت شوف، انت شوف مزيان، شوف لاحظ معايا واحد الحاجه مش فاهم شي وقع. السر اللي تنتشر فيه الفيروس ديال كورونا مازال ما عارفينوش مزيان بالضبط، تنتقل بواحد الطريقه خفيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.